الكرة الشاطئية، فالمنتخب مسافر بعد بكرة إن شاء الله الخميس إلى السنغال عشان يشارك في البطولة المؤهلة ل أو بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالتبعية. فتعالوا نعرف تفاصيل البعثة، لأنه عرفنا إن فيها بعض الأسماء، منهم مثلا حسام باولو، لكن مدير البطولة نفسها هو الكابتن عبد الواحد السيد، أسطورة حراسة المرمى في نادي الزمالك. كابتن عبد الواحد، أهلا بيك، منورنا. يعني طبعا انا مبسوط ان انا موجود معاك دايما كده وسباق بكل حاجه. يعني ربنا يخليك، مبسوط انت جدا خلصت انك منور. الصلاه وداخل على الشاطئيه. مظبوط. مع بس معانا نجم كبير جدا من نجوم الكره المصريه، الكابتن عبد الواحد. عايز اطمن منك، يعني ايه اخر اخبار الاستعداد قبل السفر ان شاء الله للسنغال؟ ان شاء الله السفر بعد بكره بالليل باذن الله، هيسافروا على اثيوبيا، ومن اثيوبيا هنطلع على السنغال. ان شاء الله البطوله هتقام في السنغال ومؤهله لكاس العالم في روسيا، الاول او الثاني، يعني انت توصل للنهائي، توصل لكاس العالم. يعني تمام. واحنا منافسين بارزين للحصول على الاول احنا او الثاني، تصنيف تصنيف اول. اول، احنا كنا على راس مجموعه والسنغال على راس مجموعه. تمام. كمان احنا كنا وصلنا لفتره من الفترات ان احنا كنا بين خامس العالم، تمام، لكن المشكله ان انت فتره طويله ما عدتش تلعب ماتشات، فهو ده اللي يمكن اثر عليك في الترتيب شويه، لكن انت في افريقيا لا، ترتيبك من المصنفين الاولين. يعني ممتاز. القائمة فيها أسماء من اللاعبين السابقين أو اللاعبين الحاليين حتى على مستوى كرة القدم. لا، هو اللي معروف يعني هو حسام باولو، حسام باولو، مظبوط. حسام باولو بس اللي معروف، لكن اللعيبه اللي موجوده طبعا كلها لعيبه ممتازه، لعيبه اصلا عندها خبرات، بقى لها في اللي بيلعب بقاله 7 سنين و10 سنين في ممكن في لعيبه عندنا دوليه معديه ال 140 ماتش و130 ماتش، ارقام كده ما شاء غريبه الله. في المنتخب. انا شغال معاهم متطوع، لان انا حابب المجموعه دي وعارف ان ان شاء الله ان شاء الله لو هم بس في مستواهم وتركيزهم، لو حتى تركيزهم بس يعني اقول لك 80% ان شاء الله ياخدوا البطوله. من كمان عندنا فريقين كانت غانا ونيجيريا استحبوا البطوله، فالمفروض يعني ان شاء الله اللي هم بقوتهم المشوار بقى وتركيزهم اسهل يوصلوا. يعني. يعني تمام. المفروض يعني بس هو متاح لكل منتخب انه يجيب لاعب من خارج الفريق الشاطئيه، وعشان كده جبت حسام باولو، ولا هي ايه لا لا، انت اليتها؟ ممكن تاخد لعيبه من الدوري تمام الممتاز كلها عادي، يعني اي تمام لعيب بيلعب مفهوم. داخل تابع الاتحاد ممكن يجي، بس انت عارف طبعا بالنسبه للعيبه اللي هي الدوري الممتاز بتبقى صعب جدا انك انت تستغلهم يعني او تبقى مفهوم. موجودين معاك. ففضلنا احنا اللي هو الممتاز بيه معانا لعيبه، ولعيبه خلي بالك مثلا عندنا لعيبه مميزه جدا ولعيبه هتشوفهم ان شاء الله في البطوله، ان انا شاء عندي الله ثقه فيهم يعني. باذن الله موفقين. لكن قبل ما اختم معاك، ما ينفعش تكون معايا وما اسالكش عن الزمالك نفسه. ايه رايك في استقاله اللجنه المكلفه باداره الزمالك، وبالتالي احتماليه خلال ساعات تعيين لجنه جديده لاداره النادي؟ والله انا بص، يعني انا اللي يهمني في الموضوع ده اللعيبه، يعني اتمنى ان الموضوع ما ياثرش عليهم، واللي انت عارف انت كمان برضو في مرحله صعبه جدا من الدوري، بدايه 12 مباراه، وكمان انت عندك 5 أو 6 مباريات في وقت قصير. مظبوط. المهم حتى الناس اللي تيجي لازم الاهتمام الاول، اهتمام انت عارف ان جماهير نادي الزمالك اهتمامها بالنسبه لها هي فريق كره قدم، فلازم يبقى الاهتمام، يبقى لو في مشاكل عند الفريق لازم نلم الفتره اللي جايه دي. اتمنى كمان اللي انا بتكلم فيه الاكبر ان اللعيبه ما تروحش للموضوع ده، لان انا جربت انا الموضوع ده قبل كده، فعلا بياخد من تركيزك ايوه وبيأثر على النادي، خصوصا كمان زي ما قلت لك ان احنا داخلين في ماتشات وماتشات صعبه ومتتاليه، وكل الفرق انت فاهم دلوقتي في الدوري الورق كلها صعبه جدا، الفرق كله بيحارب على النقطه يعني. ف يعني لعله خير ان شاء الله يعني، بس الناس اللي تيجي تبقى عارفه حجم نادي الزمالك والمسؤولين المقاعة عليهم، وان هم يقدروا يوفروا المستحقات ويوفروا الحاجات للعيبه، لان جمهور نادي الزمالك فعلا يعني مش ناقص المشاكل او اي حاجه في الفتره اللي جايه. بشكرك جدا كابتن عبد الواحد السيد، نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك.